مع السلامة. فما طرق معينة باش تولي غني في تونس وفي العالم الكل، وهذا معترف به. الأولى يقول لك باش تولي أولا الميراث، اللي هو باش تولي غني بطبيعتك، والثانية اللي هي صعيبة برشا اللي هي رجال الأعمال، والثالثة أنك تخدم وتصبر برشا باش تولي غني. تحكيوا على رجل العصام. في خصوص السؤال الثاني أظن الذي يتعلق برجال الأعمال، رجال الأعمال الفاسدين، أنا أرغب في أن ألفت لجنابك أمرا، أن نظام الاقتصاد التونسي هو نظام رأسمالي يعتمد على رجال الأعمال. مهما كانت سيئات رجال الأعمال فلا يجب الاستغناء عليهم، لأنهم يقومون بتشغيل حوالي 4 ملايين تونسي، في حين أن الدولة التونسية تقوم بتشغيل فقط 650,000 تونسي، أي أنهم يقوم بواجب لا تقدر عليه الدولة، هو تشغيل الملايين من التونسيين. ثم بعد ذلك هم يدفعون الضرائب، ثم بعد ذلك هم يكتنزون الأموال في البنوك، وتلك الأموال تحول إلى الفقراء في شكل قروض. إن قمت بمحاربة رجال الأعمال طبق القوانين فإنك ستتسبب في إفلاسهم، وستفرض عليهم إغلاق مصانعهم وشركاتهم. الاستغناء على 4 ملايين تونسي عامل يعملون في القطاع الخاص، الاستغناء عليهم في أيام. رجل الأعمال التونسي الآن بإمكانه أن يغلق شركاته ومصانعه وأن يبقى عاطل العمل بدون أن تصيبه أي أزمة مالية، ومن سيتضرر في الأمر هو العامل البسيط الفقير الذي يتقاضى مرتب ضعيف. هؤلاء يستفيدون من رجل الأعمال الفاسد أكثر مما يستفيد رجل الأعمال نفسه من نشاطه. نحن نملك فقط 6500 رجل أعمال في تونس، عدد بسيط جدا، بسيط جدا. قبل الثورة هذا العدد تراجع، قبل الثورة كان أكثر، عدد رجال الأعمال كان أكثر بكثير. عدد رجال الأعمال في تونس ينحصر فقط في 6500 رجل أعمال، هذا العدد بسيط جدا، أي بمعدل 130 رجل أعمال في كل معتمدية، أي بمعدل 100 رجل أعمال في كل معتمدية. هؤلاء يمثلون الطبقة الراقية، لكن كذلك رغم سيئاتهم نعم هم يتهربون من دفع الضرائب، هم يفعلون يستغلون كل الطرق لكي يستغلون العمال، لكي يضاعفوا من أرباحهم إلى غير ذلك. لكن أمام الرقم 4 ملايين تونسي يعملون في تحت إمرة رجال الأعمال فاسدين أو صالحين، هم في النهاية يقدمون أعمال جليلة للوطن. إن كنت تريد أن تحارب رجال الأعمال الفاسدين فما عليك أن تغير النظام الاقتصادي من رأسمالي إلى اشتراكي وشيوعي. في هذه الحالة فقط بوسعك أن تسحق رجال الأعمال الفاسدين في لحظات. لكن سيدي الفاضل، لكن هذا أمر مستحيل، لأن النظام الاقتصادي التونسي هو رأسمالي ومحكوم عليه أن يكون رأسمالي، لأن كل الدول تقريبا التي تحيط بتونس هي نظول ذات نظام اقتصادي رأسمالي، إيطاليا، فرنسا وسائر الدول العظمى. هذه الدول لن تسمح لك بمحاربة رجال الأعمال الفاسدين، لأنهم هم أنفسهم يتغذون من رجال الأعمال الفاسدين التونسيين، والنظام الاقتصادي الرأسمالي يعتمد على الفساد. بدون فساد لا يستطيع النظام الرأسمالي أن ينمو وتطور. هو ليس بنظام ديني، النظام الرأسمالي هو ليس بنظام مسيحي أو إسلامي وما إلى ذلك، هو نظام اقتصادي يقدم الربح مهما كانت الطرق، بالرشا وبقارورة الخبر بالدعارة بكل الأدوات، المهم أن الربح يتحقق. هذا الأمر الذي تعاني منها الدولة في تونس تعاني منه كذلك عدة دول، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، ولكنها لا تستطيع لهم شيئا. رجال الأعمال التونسي 6500 رجل أعمال تونسي بإمكانهم أن يسحبوا أموالهم من البنوك، فماذا سينجروا عن ذلك؟ ستفلس البنوك وسيفلس البنك المركزي، وسيجد 4 ملايين تونسي أنفسهم في الشوارع. لن تقدر الدولة أن توفر لهم قرص دواء أو قطعة خبز أو ما إلى ذلك. إذن ضرب رجال الأعمال الفاسدين والصالحين بكل الطرق القانونية والغير قانونية سيؤدي إلى تفليس البنوك أو إلى زعزعة وضعيتهم المالية، وبالنتيجة وزعزعة الوضعية المالية للبنك المركزي. سؤال هنا، لماذا لا يؤمنون رجال الأعمال بالمشاريع الصغرى؟ لاحظوا أنه في تونس حتى حد باش يعمل صاحب مشروع صغير
وهذايا نشاط من نشاطات رجال الأعمال يفرض عليك البروسيدير الكبيرة نتاع جيب ورقة جيب الأخرى هذه، إلى أن الشاب هذا يفد خاطر يعرف روحه باش يدخل في دومين نتاع إنسان يدخل في مليارات، والسيد هذا ما يساعدوش يدخلوا في البروجي نتاعه. نعم، الدولة التونسية هذا الإشكال يعود إلى القوانين التونسية الجارية بهالعمل. القوانين التونسية الجارية بهالعمل متشددة لأبعد حد، لا تسمح لأي كان أن يتحول إلى تاجر بسيط أو يكون شركة بسيطة. هي تطلب من المواطن عدة وثائق، هذه الوثائق تعكس مفهوما آخر خفيه، الأمن الاقتصادي التونسي. نحن في تونس نقدم مفهوم الأمن على التقدم الاقتصادي، الأمن قبل كل شيء. هناك رجال عمل سعوديين مصريين سوريين عراقيين ممنوع عليهم أن يقوموا باستثمار أموال في تونس لأنهم ينتمون للشرق، إلى الشرق العربي بكل هزاته هزاته الإيديولوجية والأخلاقية والدينية. نحن منفتحين على الغرب الأوروبي والجزائر وليبيا إلى حد ما، ولكن الشرق العربي مهما كانت قوته المالية ومهما كان عدد رجال الأعمال الذين هم مستعدين على أن يستثمروا أموالهم في تونس، ممنوع عليهم إلى حد ما أن يستثمروا في تونس. هل سمعت برجل أعمال مصري سوري عراقي يستثمروا أموالهم في تونس؟ أبداً. سمح في السابق في عهد الحبيب بورقيبة لبعض رجال أعمال الكويتيين السعوديين لكي يستثمروا أعمالهم في قطاع محدد، النزل الذي لا يشكل أي تأثير على الأمن، على أمن الدولة التونسية الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وما إلى ذلك، حوصروا هؤلاء في السياحة فقط. وبعد ذلك تراجع عدد رجال أعمال الكويتيين والسعوديين وأصبحوا قلة قليلة. لو نبسط الإجراءات ونستغني ونتجاوز عدة وثائق إدارية، نعم سنسهل الأمر على التونسي البسيط لكي يكون شركة تجارية، نعم سيصبح الأمر بسيط بالنسبة لديه بالنسبة له، لكنه كذلك سيصبح الأمر بسيط بالنسبة رجل الأعمال الأجنبي رجل الأعمال الشرق العربي، سيصبح أمر بسيط. وهذا أمر مرفوض في تونس، الأمن أولا قبل التقدم الاقتصادي. هذا الهرم يعكس نجده معكوس بالنسبة للمغرب. المغرب لا، يقدمون التقدم الاقتصادي على الأمن. إذا كنت أنت وغيرك يريد أن يستثمر أمواله ويذهب المغرب فإن الإجراءات بسيطة والدولة المغربية ستساعده بقطعة أرض. نفس الشيء بالنسبة لتركيا، نعم نفس الشيء، كل دولة ولها مفاهيمها التي تقوم عليها. بالنسبة لنا نحن الدولة التونسية تقوم أولا على الأمن. التقدم الاقتصادي لا يعني شيئا إذا ما جوبها بمفهوم الأمن. نعم، أنا نفضل تخدم برشا وتصبر برشا، تعمل فلايس مع فلايس تولي كدايس، تخدم تتعب تشقى باش تلقى، خاطر الشاقي راه ولاقي ويحيك الحي وتشوف الباقي. أنا بابا الغالي نعرف واحد، نعرف اسمه وشكله، معناه ما عنديش كونتاكت بيه بحكم كبير، هو في العمر معناه يفوت بابا في العمر أكبر من عمر بابا. السيد هذا يقال أنه كان طيب في الحمام وكان مكاس في السوق، كان يعني إنسان زوالي ولد بابا، لا اخدم متعب شقا سهر تقطع بالخدمة. اليوم ربي يعين الرجال، كي تصرف انت 10,000 يصرفوها مليار، يعني الفلايس مع الفلايس بالفعل يولي قدايس. وأني جربت 4 أيام التالي في البلاصة هذه في جيبي 7,000 فرنك، اليوم في جيبي 3,500,000، وراني خدمت ليلة مع نهار طيلة مهرجان الرمان في تستور، راني تقطعت وتعبت، وراني قسما بالله تعدت 4 أيام من أحلى أيام حياتي في تستور وأحلى عباد قابلتهم من كامل تراب الجمهورية الكل يصبوا في تستور. أما ما بطبيعة ما تنجمش الحكاية تقعد وردية كاكا، قابلت واحد بارك الله غالب ما نجمش نحكي عليه استحقارا فيه وكا. أما ديما راهو ريتا قد ما تتعب قد ما تشقى قد ما أنت تلقى شاقي ولاقي ويحييك الحي وتشوف الباقي. فما برشا من الناس ما يعرفوش اللي السيد هذا اللي غني برشا اللي عنده برشا فلوس يراو الكراهب اللي هو اللي بس عليه
وما يراوش التضحيات اللي ضحى. وقت اللي هو مضحي، وقت اللي هو عرق ويجري، وقت اللي هو تعب ومسخ بالغبرة وبالتعب يضحكوا عليه ويحكيوا يغتابوا فيه في داره، يحكيوا عليه بالخايب. اليوم كيف يوصل هو اللي معناه جو بيه يحكيوا عليه بالخايب زاد. أنا حضرت في نفس الحومة الشعبية في نفس البلاصة في بطالة مختلفين نولد نفس الحومة يحكيوا على نفس المالية اللي طلعها واحد لباس عليه. واحد قال له 200 مليون والدنيا تعطي الغفاص، الآخر قال له 600 مليون الدنيا تعطي الغفاص وتعطي الفول اللي ما عندوش زروس، الآخر قال له يا ودي ورحمة طميمتي المالية فيها 3 مليارات طلعت معاه، ولا هو حاضر معاه وكلهم طلعوا الماليات. اقسم بالله الراجل خدم على روحه، تقطع تقطيع وصل. انا خويا كيف شفت معناها صغار وولاده ظاهرين مش اكل في لحظه ولو لاباس عليهم، هذوما درجه درجه كابرين بيه معناها الموضوع. خويا الحق متاع ربي شدت نفس الثنية، خاطر هذيك الثنية هي الوحيدة الناجحة وصحيحة وفلوسها تكون حلال محلل ربي يبارك فيه. أنا ما تشوفش ساعاتي وقت الناس فيهم 700,000 بو دينار ومليون بو 10,000 ونبدأ نزين فيهم ديجا لبياساتك الجدد، لبياسات الجدد اللي يلموا حاطهم وحدهم، لبياسات الطفين حاطهم وحدهم، البو 10 وحدهم، بو 20 وحدهم، البو 50 وحدهم، الزرق وحدهم والروز وحدهم. أنا مورق وراق تونس الزرقاء والرز الممتعة الجميلة للغاية. آه وذا يحب يحرق، تحب تحرق. ما ندخلوش الحرق ب كلمة الختام توا. كلمة الختام. ثلاثة أنواع هذوما اللي حكيت لك عليهم. عليك أخويا فليس مع فليس يولي قدايس، بطل الدخان ما عادش تحرق فلوسك في جواجيك من داخل. هاني عندي ذيق مفص من حرق الفلوس في وسط جواجي، فلوس نحرق فيها هذيك. بطل خويا من المصاريف الزايدة، كول بالباهي، البس بالباهي، حوس واستمتع. دورها تونس راي من أجمل وأرقى البلدان في العالم، تصب فيها سطل الماء ينبت النبات، بينما القارة العجوز ما ينبت فيها النبات إلا باستعمال الفوسفات. ومستحيل كي تحرق توصل تلقى القاورية تستنى فيك بشكارة وبالها تقول لك عبي الفلوس.